حوادث خارقة وقعت عند مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرتها عدة روايات، وسننقلها كما ذكرتها دون الدخول في أمر صحتها من عدمه. وعن هذا الموضوع أعزائي سيكون هذا الفيديو من قناتنا منارة ثقافة، لكن قبل أن نواصل ندعوكم طبعا إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. ذكرت عدة روايات أن أحداثا خارقة وقعت في ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يذكر أن إيوان كسرى قد انشق وسقطت منه 14 شرفة، كما خمدت نار فارس التي كانوا يعبدونها والتي لن تخمد قبل ذلك بألف عام، حيث كان القائمون عليها يضرمونها ليلا ونهارا. أيضا يروى أن بحيرة سوى التي كانت بحيرة عظيمة في أرض العراق قد غاضت آنذاك وأصبحت في ليلة واحدة ناشفة يابسة، ليبنى في موضعها مدينة سوى. أرعبت هذه الأحداث كسرى الفرس الذي استدعى مستشاريه ليخبره الكهان أن ما حصل ينبئ بقدوم رجل يزيل ملكه. هذا ما حدث في مملكة فارس في ليلة مولد نبي الإسلام. أعزائي هكذا نكون قد وصلنا إلى آخر هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد.